السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها عشان يحسن أداء الريفت وهو شغال، أول حاجة إن أنت لما تيجي تربط الكاد مع الريفت لازم تكون دارس الموضوع كويس، ما تربطش ملفات كتيرة لأن ده هيقلك الموديل. نظف ملف الأوتوكاد قبل ما تدخله على الريفت، تأكد إن مفيش نقط بره اللوحة، ممكن تكون مثلا عندك جزئية معينة تشغل عليها لكن في نقطة على بعد 10 متر، فلما تيجي تعمل زوم او كده دي بتغلس عليه، فلازم تتأكد ان مفيش اي لوح. ممكن تكون انت مثلا عامل بلان وفي حد راسم سكشن على الجنب وراسم كذا فيتقلك الموديل على الفاضي. لازم تفكر هل انت محتاج ان انت تعمل له لينك ولا امبورت. تاني حاجة حل التحذيرات الورنينج، بتلاقي فيه ورنينج كتير ناس بتهملها وده بيختلف عن الايرور. الايرور مش تقدر تكمل، انما الورنينج ممكن تكمل عادي لكن كترها هيبقى فيه مشكلة، ولو سبتها تقول انا هحلها في اخر المشروع او بعد فترة ممكن يحصل مشاكل، فالاحسن ان انت تحلها اول باول. تاني حاجة الوركشيت، الوركشيت دي كويسة جدا ومحتاج بس ان انت تكون دارس كترها، ممكن يعمل لك مشاكل لخبطة وتحط حاجة مش مكانها، وان انت تخلي ورك ست عادية بحر عادية لا، لازم تكون مثلا عامل بيك كاتوجري، مثلا عاملها مفكر ازاي ان تقدر ان انت تستخدمها بحيث ان تخلي الموديل بتاعك منظم والناس تقدر تشتغل عليه بدون مشاكل خالص. ما تنزلش اي فاميلي غير لما تأكد منها، يعني ما تضيفش اي فاميلي غير لما تعمل تشيك عليها لان ممكن تكون فيها هندسيا غلط فده ممكن يضرب لك المشروع. في مواقع كويسه زي بيم اوبجكت زي ريفت سيتي، زي يعني طبعا لو انت بتنزل من شركه الكاتيجوري بتاعتها فدي اكيد هتكون كويسه، لكن برضه لازم تفحصها وممكن تكون معموله غلط فتاكد منها، ممكن تكون في حاجات مش هتستخدمها شيل حاجات انت مش هتستخدمها. خامس حاجه لو انت بتطبع حاول ان انت تعمل تاتش، تاخد ملف على جنب وتطبعه لانه هيتقلك الموديل، انما لما يكون واخده على جنب هيكون اسرع. وبعدين ممكن تستخدم اي ترانسميت عشان تصدر للدي دبليو جي والبي دي اف، وفي برضه برنامج دي روتس. طيب البرج بيستخدمه بحرص شديد، بس يعني بنستخدمه مباشره ولا ان احنا نهمله؟ لازم تكون دارس ايه الحاجة اللي انت مش محتاجها، ما تلغيش فاميلي ممكن تحتاجها في المستقبل، او ما تعملش برج يكون بقى مثلا في كذا طيب انت لغيتهم كلهم سبت طيب اللي استخدم بينما في حاجات انت المفروض هتستخدمها بعد شوية. طيب سابع حاجة الموديل بتاعك ما تقعدش كل حاجة تعملها 3D، لو في حاجة تنفع تعمل 2D اعملها. ليه؟ عشان ان ما تقلش الموديل بتاعك زيادة عن اللزوم، لا استخدم التو دي على قد ما تقدر، لو ما فيهوش كلاشات لو هينفع معاك في الحصر فكر في الاختيار دوت عشان ما تلاقيش الموديل بتاعك كل شوية بيتقل ان انت عمال تحط تفاصيل. احنا هدفنا احنا نعمل الموديل كويس مش ان احنا نتقل الموديل او ان احنا نتفشكر على بعض بان احنا عاملين حاجة واو. بعد كده ما تكترش الفيوز، لما يكون في فيوز كتير ده ممكن يعمل لك لخبطه، يعني الدور الاول انت عامل منه 5 6 فانا واحد فيهم صح انا واحد فيهم هتشتغل فيه، فلازم تكون ممكن تكون عامل حاجات هتحط في الشتات وحاجات مش محطوطه في الشتات، لكن قدر الامكان ما تزودش كتير. بعد كده اضغط ملف الريفت بتاعك، يعني اضغطه مش هقول لك ان انت تضغطه ببرامج الوينرار لا انت ممكن تضغطه من خلال هو نفسه، لما تيجي تعمل سيف في اختيار اللي هو كومباكت، لما تيجي تعمل سينك في اختيار كومباكت، ده بياخد وقت شويه لكن هو بيقلل الموديل ويقلل المخاطر المشاكل اللي بتحصل في مشاكل وبيبقى اسهل في عمليه الاداره. عشر حاجه لو انت عندك صور وعايز تدخلها جوه برنامج الريفت فاضغط ملف الصور على قد ما تقدر، ما تخليش مساحته كبيره، ممكن لما تيجي تحسب كده الملف الريفت ليه وصل حجمه ل 430 ميجا تلاقي ان في صوره واحده واخد 10 ميجا. طيب خد نسخ احتياطي اللي هي الاركايف، وممكن تاخدها احتياط عندك على الكمبيوتر بتاعك بعيد عن السيرفر. وكل فتره اعمل ملف سنترال
جديد يعني. ابدا شوف كده بتعمل ديتاتش الملف وتعمل سيف اس لما يكون كله قافل المشروع محدش شغال، بتعمل اوفر رايت عليه. لو في اي حاجه من الحاجات ديت محتاجه ان احنا نعملها عمل على الريفت تقولوا لي في التعليقات وان شاء الله نعملها، مفيش مشكله. اتاكد ان الكاد والريفت معمول لهم بن، لان ممكن حاجه تتحرك والناس تشتغل وفي الاخر تتفاجئ ان مفيش حاجه ثابته في مكانها. انا عملت لنفسي كده ملف داينامو بيثبت الحاجات ديت كل شويه، تمام. وجريد والليفلات والحاجات دي كلها. وانت بتعمل سينك اتاكد ان مفيش اكتر من فيو مفتوح، كتر الفيوهات دي بيخلي فيه مشاكل، تمام. الافكار دي اغلبها كنت بشتغل على فيجوال بيزك وفوجئت ان في بياخد وقت في السينك، فاكيد لقيت نفسي فاتح كذا فيوز، واحده بتاع الكود واحده بتاع كذا. لما تعودت ان انا اقفل كل ما عدا واحده بس واعمل سينك لقيت الموضوع بيبقى اسرع. فممكن يكون انت بتقول الجهاز بتاعي بطيء، بس هو مش بطيء ولا حاجه، لكن في سوء من الاستخدام. في خاصيه اسمها العرض المؤقت temporary presentation، نحاول نعملها فيديو مستقل نشرح ازاي بتعمل. بيبقى الموضوع ان انت لو عايز تجرب حاجه ينفع ان انت تجرب وما بيسيفش، بيبقى حاجه مؤقته، حاجه temporary، ان انت تقدر تعدل في الفي في وتعدل الفيو رينج والحاجات دي كلها لحد ما تأكد ان انت ماشي في السليم وتتشغل فيها ان شاء الله بدون مشاكل. رقم 17، ما تزودش في البلاجنز والادنس، كترها هيبقى في مشكله. وفي اداه احنا شرحناها اسمها اب مانجر من دي روت، كان بيخلي تتحكم في الاضافات اللي موجوده عندك على الجهاز. برضو في اخر حاجه الاي ترانسميت بنستخدمه عشان نسيف الشغل بتاعنا وان احنا نبعته للاداره والحاجات دي كلها. فلما نكون خلاص الشغل وعايزين نبعت الملفات بتاعتنا ممكن نستخدم الاي ترانسميت، بيكون منظم اكتر، هو معمول اصلا لكده. لو انتوا عندكم اي اقتراحات لتحسين الشغل في برامج البيم يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات.